أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من عاصمة الخبر وإلى أبرز عناوينها. انتهاء عملية احتجاز الرهائن في دريسندن وبألمانيا باستسلام منفذها. موسكو تعلن مقتل 180 جنديا أوكرانيا وطرد قوات كييف من معاقلها في دونيتسك. وفي ذكرى النصر على داعش، المتحدث باسم الجيش العراقي يؤكد للقاهرة الإخبارية عدم وجود أي قواعد للتنظيم الإرهابي. أعلنت شرطة الألمانية انتهاء أزمة احتجاز رهائن في مدينة دريسدن باستسلام منفذها. وكانت الشرطة نفذت عملية إثر قيام مسلح باحتجاز رهائن وفتح النار في مبنى محطة إذاعية في المدينة الواقعة في ساكسونيا. هذا وذكرت صحيفة بيلد أن منفذ العملية قتل امرأة قبل أن يلجأ إلى مركز تجاري في المنطقة. للمزيد من المتابعة نتحول إلى الزميل تامر حنفي. تفضل تامر. شكرا لك شيماء وشكرا أويمة وأهلا بكم مشاهدي الكرام. مباشرة عبر خدمة سكايب من العاصمة الألمانية برلين مصطفى العمار الخبير في الأمن الدولي. سيد الفاضل، احتجاز رهينة، هل هذا الأمر بهذه الجسامة وهل على ذي صلة بما حدث فيما يتعلق بتنظيم الرايخ أو مواطن الرايخ الذي شكل هذه الصدمة الحضارية الإنسانية في ألمانيا؟ مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام. طبعا من الصعب التكهن حاليا وإعطاء بعض النتائج حول ما حصل. الوضع الآن أبدا مستقر، تمت السيطرة على ما حصل وتم أيضا إلقاء القبض على المجرم الذي قام بقتل امرأة والتي هي والدته، لكن إلى الآن لا يتم يعني هناك أي تصريحات أو أي نتائج للتحقيقات التي لا زالت تجري إلى الآن. ومن الصعب مثلما ذكرت التكهن أو ربط أو أي صلة بما حصل بالمداهمات التي حصلت قبل 3 أيام في ألمانيا التي كانت تنوي إلى إسقاط نظام الدولة هناك. إلى أي مدى فكرة الاعتياد على مثل هذه الحوادث في ألمانيا؟ ممكن السؤال مرة ثانية؟ إلى أي مدى فكرة الاعتياد على مثل هذه الحوادث في ألمانيا؟ حصلت في السنوات الماضية أيضا مع أيام أعياد الميلاد، فترة أعياد الميلاد كانت في مدينة جرر وكانت في أيضا مناطق مختلفة، وكانت الدوافع هي عبارة عن اضطرابات نفسية. لكن الآن لا أريد أن أعطي مثل ما هو نوع الدافع الذي حصل. لدينا هنا تقريبا توقيت مختلف، لدينا الآن جريمة مختلفة، أخذ رهائن وإلى آخره. فأعتقد أنه مع الساعات القليلة القادمة سيكون هناك توضيح حول خلفية ما حصل، خصوصا أنه الآن لا زال هناك أيضا تفتيش في أحد المكاتب القريبة على المكان الذي حصلت به احتجاز الرهائن ولماذا تم قتل الامرأة. أعتقد هناك خيوط كثيرة لكن تحليلها هذا يجب أن يكون أيضا بتصريح من الشرطة في دريسدن.
عين سمعت الخبر هل صورك الشك بأن هذه العملية على ذي صلة بما سبق وأشرنا إليه مواطن الرايخ؟ أعتقد أن العديد في البلاد عندما يحصل شيء وحصل شيء قبله لربما يأخذوا أنه هذه ردة فعل لما حصل في الأيام السابقة. كانت تحصل هناك العديد من التفجيرات وبعد هذا أن يحصل تفجير فالناس هنا تكون مذعورة وأيضا تحاول أيضا أن تربط هذه الأشياء ببعضها البعض. نحن يعني كسياسيين وكخبراء في البلاد نبتعد كثيرا عن التكهنات وأيضا لا أريد أن نعطي أيضا أشياء كاذبة حتى لا نثير الرعب في نفوس الناس. طيب فيما يتعلق بفكرة الرعب، هل لك أن تقدم لي تحليلا عن ما هي المطالب؟ اعتدنا أن يكون التطرف أو الأعمال العدائية مرتبطة بالفقر المدقع كما نشاهد في أماكن أخرى، ماذا ينقص ألمانيا حتى تحدث بها مثل هذه الأنواع من الحوادث؟ بعيدا عن ما حصل اليوم أعتقد أن الوضع الأمني في أوروبا في الوقت الراهن جدا صعب، وتواجه يعني أوروبا وديمقراطيتنا العديد من الانتهاكات، العديد أيضا من نظريات المؤامرة والعيد أيضا لمروجيها. لدينا هنا تنامي في اليمين المتطرف، لكن أعيد وأكرر هذا لا دخل به بما حصل اليوم، وليس أيضا هي أيضا التحليل لما حصل اليوم، لكن بشكل عام أمننا حاليا منذ أيضا جائحة كورونا ازداد عدد مروجي نظرية المؤامرة مع أيضا النازيين الجدد والمتطرفين اليمين المتطرف والذين أيضا ما شهدته البلاد قبل تقريبا أيام قليلة، كانت هي أكبر مداهمة في تاريخ ألمانيا، خصوصا أنه رؤوس هذا المخطط لهذه الأشياء هم شخصيات منها في اليمين المتطرف ومنها قاضية ومنها أيضا ممول، فكانت هي عبارة عن مزيج جدا خطر وخليط جدا خطر، منه ناس يعني غير عقلانيين وناس أغنياء وناس مسلحين، فهذه وأيضا مواطنين الرايخ الذين تقريبا عدد أعضاهم ما يقارب 21,000 أو أكثر من 20,000 عضو، هذا أيضا هو خطر ليس فقط على ألمانيا ولا أيضا على أوروبا. دخول الحرب، دخول روسيا في الحرب وغزوها إلى أوكرانيا، أيضا روسيا الآن تستخدم أيضا بعض الأوراق اللعب بها من خلال زعزعة الأمن والاستقرار في أوروبا، لكن هذه كلها تحصل يعني لبلاد مثل أوروبا كديمقراطية وكحرية دائما تكون مستهدفة من عديمي الحرية ومن الذين هم ضد الحرية وضد الديمقراطية وضد الدستور البلاد، لكن أعتقد أنه أمن البلاد بمفاصله قادر ومسيطر على هذه لإخفاق هذه القروقات، مثل ما حصل يعني مثل ما شاهدت يعني هذا كانت يعني أداء جدا قوي ورائع للاستخبارات والمخابرات الألمانية بإلقاء القبض في اللحظات الأخيرة، يعني هذا تقريبا شيء ليس بسهل، إن دل يدل على أنه قواتنا الأمنية وأيضا استخباراتنا وجهاز الاستخبارات على يقظة دائما. نعم أنا أقدر هذا الحرص فيما يتعلق بالتحليل، ولكن الخبر جاء مجردا في أنه يتحدث عن أن هناك رهائن وهناك احتجاز، لكن الشرطة الألمانية في تصريحاتها منذ ساعة إلا قليل قالت أنها على تواصل مع محتجز الرهائن، لم تخرج أي بيانات مرتبطة بمطالبه ولماذا أقدم على هذه الفعلة؟ من الجيد أن هنا يعني جهازنا الأمني وأيضا الشرطي هنا يتعامل بجد بمهنية جدا عالية، حتى مكاتب الشرطة في دريسدن حتى على مواقع التواصل تحاول هي الإجابة والرد على كل ما يدور هنا وعلى كل التصريحات التي تصدر، خصوصا أنه ما حصل أيضا في احتجاز الرهائن ليس فقط شرطة مقاطعة أو مدينة دريسدن تدخلت، وإنما أيضا هناك جهاز مكافحة الإرهاب القوات الخاصة التي أيضا كانت هناك موجودة وأيضا كانت أيضا تحمل إشارات معناها أن هناك أيضا تتصدى لأي خطر أو أي شيء ربما بيولوجي أو كيميائي، فإن دل على شيء يدل على أنه مهنية الأجهزة أو التناسق الفيدرالي مع كافة المقاطعات لمواجهة أي خطر أو أي انتهاك لربما يحصل هنا. بالتأكيد لم يتم مثلا تقريبا التركيز أو إخطاء ما قال به أو ما كان يريد أن يعمله المجرم أو المحتجز الذي قام باختطاف الناس، لأن هنا الشرطة تريد أن يكون هناك أيضا تنسيق، أن يكون أيضا هناك تصريح موحد يتم الإبلاغ عنه في الساعات القادمة، لأنه أيضا حاليا تجري تحقيقات في أكثر من مكان
لكنهم أكدوا أن عملية القتل الجاني له صلة بها، وهذا الشيء يعني تقريبا تم إثباته. ألا تثير عملية شح المعلومات علامات استفهام؟ أنا أعلم أنك ستجيب بانضباط، ولكن طالما أنت تجيب بانضباط فمساحة الأسئلة مفتوحة وأنت لك حرية التعقيب عليها. شح الإجابات على مثل هذه الأسئلة في ظل هذا الظرف الذي تمر به ألمانيا، ألا يثير علامات استفهام؟ وأن هذا الأمر يحمل دلالة ما على تأخير الخروج للجمهور الألماني المضطرب في الأصل بإجابات واضحة عن مطالب هذا المختطف، ولماذا أقدم على هذه الفعلة؟ أنا ذكرت لك يعني تقريبا في الأيام السابقة حصل ما حصلت رجع، وتم تقريبا هناك تقريبا حالات مختلفة، لا نريد هنا أن نصف حالة واحدة ونعطي تكهنات، لأن الوضع الآن مضطر. الوضع الآن نحن نعيش الآن في دوامة إشاعات disinformation fake news، فهناك طب أتوقف هنا سيد مصطفى. أنا أتفهم هذا الحرص الذي عنوانه هو الخوف من هذه المساحة من الشائعات، ولكن هذه المساحة من الشائعات هي ما سمحت لك وأنت سمحت لها بالطبع أن تنضبط إلى أن تنجلي الصورة من الجهات الرسمية. ألمانيا الآن تمر بمرحلة لم تمر بها من قبل، صحيح؟ بالتأكيد بالتأكيد. لماذا؟ هذا هو السؤال، لماذا؟ لأن ما سوف أجبك تقريبا بأكثر من شق على هذا السؤال عزيزي. أولا نحن نواجه حرب، وهذه الحرب ليس فقط في أوكرانيا، وإنما هذه الحرب أيضا هي على ديمقراطيتنا، على وحدتنا، ليس فقط في ألمانيا إنما على أوروبا. نرى هنا أيضا ألمانيا تتحمل أعباء كثيرة، مسؤوليات كثيرة، لأن ألمانيا وحدتها وأن ألمانيا ديمقراطيتها التي هي تقريبا أكثر من 70 عام، لربما هي في أوروبا الأقوى من الناحية الاقتصادية، من الناحية الديمقراطية، وهي أيضا قلب أوروبا، وهي أيضا دائما الساعي والذي دائما يحاول بناء الجسور في العالم أجمع. أوروبا الآن مستهدفة من قبل روسيا، أوروبا الآن أيضا مستهدفة من العديد من الإشاعات، أيضا مستهدفة من السايبر أتاك. ما يحصل لدينا يوميا هنا من الهجمات السيبرالية تقريبا هي لا تصدق. كل هذه الأشياء هي ممنهجة من قبل أيادي أخرى خارج الاتحاد الأوروبي. أيضا لدينا مشكلة ثانية، وهذا الشق الثاني الذي هو أيضا مواطن الرايخة واليمين المتطرف، هو صعود اليمين المتطرف بتنامي جدا قوي. هذا ليس بجديد، اليمين المتطرف تنامى أيضا من أيام تقريبا طويلة وسنوات طويلة، ولا دخل هنا أحزاب. الكثير يقول لماذا حزب السيد المستشار حزبنا حزب. إذن سيد الفاضل أنت هنا تعدد لي ما تعانيه ألمانيا دون وضع اليد على أصل هذا الجرح، لماذا يحدث ذلك؟ أنا أتفهم ذلك وأكتفي به، وأشكرك شكرا جزيلا من العاصمة الألمانية برلين مصطفى العمار، السيد مصطفى العمار الخبير في الأمن الدولي، شكرا جزيلا لك سيد الفاضل. سأبقى في برلين ولكن مع سيد عبد المسيح الشامي خبير العلاقات الدولية. سيد الفاضل أهلا بك، أسئلة كثيرة لم أحصل فيها على إجابات فيما يتعلق بهذا الاستقصاء الأول من برلين أيضا، ماذا يحدث في ألمانيا؟ أيضا لك بداية يعني سادة المشاهدين، يعني طبعا لا شك أن ألمانيا منذ ربما أيام تعيش أيام عقيدة فيما يتعلق بالوضع الأمني، كان على صعيد ما يعني ما كشف عن اعتقال مجموعة انقلابية يمنية، واليوم هذا الاحتجاج وربما عملية قتل. حتى الآن لا يوجد يعني رد رسمي من الحكومة، ولكن القراءة العامة لهذا الأمر لا شك أن الوضع في ألمانيا سيء جدا، يعني بعد الحرب الأوكرانية دعنا نقول، وبعد تردي الأوضاع المعيشية والأوضاع الاقتصادية والذي تلاه طبعا تردي و سياسية على المستوى العام للدولة، وأزمة صحة حقيقية بين الحكومة الألمانية والشعب الألماني على خلفية التعاطي مع هذه الأزمات الاقتصادية ومع الملفات الكبرى العالمية. طيب في تقييمك ما الذي أخر هذا الاتصال أو هذه التفاصيل؟ طبعا كل تسمح لي أن أكمل السؤال. الشرطة الألمانية منذ ساعة ويزيد بقليل تحدثت أنها على وصال مع محتجز الرهائن، لماذا لم تتحدث عن مطالبه حتى هذا التوقيت في تقييمك؟ طبعا يعني
يعني معروف عن الشرطه الالمانيه يعني السلطات الالمانيه انها لا يعني تخرج الكثير من المعلومات ولا تدي تصريحات كثيره يعني حتى بعد انتهاء العمليات. يعني كم من الاحداث الامنيه التي جرت تفجيرات او عمليات دهس في اسواق الميلاد وغيرها لم يكن هنالك معلومات دقيقه، يعني هي تتوخى الحذر وهي بشكل او باخر ربما في هذا الوقت يعني لا تريد ان تثير يعني الشارع في ربما تصريحات لا احد يعرف اليوم حتى الان ما هي الخلفيه الحقيقيه لهذا الامر، خصوصا وان الشارع الالماني متوتر واليوم الشعب منقسم على نفسه وهنالك ترقب من العمليه الاولى فيما يتعلق بموضوع هل الخوف حاكم في هذه الفتره في الشارع الالماني؟ هو قابل لتلقي الشائعات؟ لم اسمع سؤال جيدا، ارجو ان تعيد. هل الشائعات لها مكانه في هذا التوقيت في الشارع الالماني؟ بالتاكيد، يعني في اي شارع ايا كان، اتحدث عن المانيا على الاقل باعتبارها صاحبه هذا الحدث. اكيد طبعا هنالك ترقب كبير، هنالك يعني تخوف كبير، هنالك شح في المعلومات. هل هناك تخوف ام هناك خوف مما يحدث؟ لا، هنالك خوف، هنالك خوف حقيقي، هنالك خوف في الشارع الالماني وعلى كل الاوساط، يعني حتى في الاوساط السياسيه. طبعا اليوم اتهام اليمين بما جرى على سبيل المثال هذا امر خطير، طبعا ادى الى هزه في الاوساط وفي الارواح السياسيه. اذا سيد الفاضل سيد عبد المسيح، انا اجنبك مزيدا من الاسئله حتى تنجلي هذه التفاصيل المرتبطه بهذا الحادث، وهل كانت على صله بما جرى في الايام الماضيه داخل المانيا الى حين انجلاء هذا الامر والخروج ببيانات رسميه من الشرطه الالمانيه. انا مجبر على شكرك من برلين السيد عبد المسيح الشامي خبير العلاقات الدوليه، شكرا جزيلا لك. واعود مره اخرى مشاهدي الكرام الى الزملاء اميمه تمام وشيماء الكردي لاستكمال ملفات هذه النشره، تفضلا. شكرا لك تامر. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بتوقيف نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي النائبة الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي على خلفية شبهات فساد. هذا وقد نقل مراسلنا عن مصادر في البرلمان الأوروبي أنه جرى توقيف 4 أشخاص آخرين في العاصمة البلجيكية بروكسل في نفس القضية، من بينهم نائب أوروبي سابق. وأشار مراسلنا إلى أن التحقيق الذي يقوده قاض في بروكسل يدور حول التأثير على القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان الأوروبي، وذلك عبر دفع أموال ضخمة أو تقديم هدايا كبيرة. وقال المدعي العام في بيان له إن عمليات التفتيش التي أجريت مكنت المحققين من استعادة نحو 600 ألف يورو نقدا خلال 16 عملية دهم، كما ضبطت أيضا السلطات البلجيكية أجهزة كمبيوتر وهواتف جوالة بهدف فحصها. من جهته أعلن الحزب الاشتراكي اليوناني الذي تنتمي إليه كايلي أنه قد تم فصلها. للمزيد من المتابعة حول هذا الملف نتحول مرة ثانية إلى الزميل تامر حنفي، تفضل تامر. شكرك شيماء، شكرا أميمة وأهلا بكم مشاهدي الكرام من بروكسل. من هناك مراسلنا سلامة عطلة. سلامة، ماذا رشح إليك بشكل جلي من هذه التفاصيل المرتبطة بنقاشنا بالأمس حول إلقاء القبض على عدد من مسؤولي البرلمان الأوروبي؟ مساء الخير. قضية الفساد التي هزت المؤسسات الأوروبية وتحديدا البرلمان الأوروبي تتدحرج ككرة الثلج. المزيد من التفاصيل المثيرة في هذه القضية
إلى أن وصل اليوم أن الشرطة الإيطالية وبموجب قرار من الشرطة الأوروبية اعتقلت زوجة النائب السابق في البرلمان الأوروبي التي اعتقلته أو أوقفته بلجيكا بالأمس، كما اعتقلت ابنته كذلك في إطار التحقيقات الجارية حول الفساد وغسيل الأموال. المسألة متعلقة بشراء ذمم والتأثير على القرارات السياسية والاقتصادية في البرلمان الأوروبي فيما يتصل بالأربعة الموقوفين. هناك شبه، أولا دعنا نتفق بأن التصريحات القضائية الرسمية لم تذكر أسماء ولم تشر إليها، وإنما هناك باب مفتوح إلى هذه الجهات القضائية هي الصحافة البلجيكية الرصينة التي غالبا ما تسرب بعض الأمور المتعلقة بإجراءات حكومية وما إلى ذلك، وهي موثوقة إلى حد كبير. ذكرت الأسماء، ذكرت الأربعة المعتقلين من بينهم النائب السابق أنطونيو بنزيري، وذكرت بأن هناك استجواب لنائبة رئيس البرلمان إيفا كاييلي، استجواب في جلسة استماع لم يتضح بعد إذا ما كانت تم إيقافها أم لا، لأن المسألة شائكة إلى حد كبير. صحيح أن حزبها قد علق عضويتها، وبتعليق عضويتها تصبح عضويتها في البرلمان الأوروبي معلقة، وبهذا يمكن أن تنزع أو تعلق الحصانة عنها وبالتالي يتم استجوابها، لكن التوقيف والاعتقال لنائب في البرلمان الأوروبي لا يكون إلا إذا قبض عليه متلبسا. هل قبض عليها متلبسة؟ لا توجد أي أنباء عن ذلك، ولكن الأنباء المتوفرة حتى هذه اللحظة بأن المبلغ 600,000 يورو تمت مصادرتهم من عند أنطونيو بنزيري العضو السابق في البرلمان الأوروبي والذي رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي. القضية كبيرة تأخذ اسم قطر جيت، لأن قطر هي الدولة المتهمة بتجنيد هؤلاء لكي يقوموا بأدوار تخدم مصالحها السياسية والاقتصادية. الأمور يعني كل المصطلحات المستخدمة حتى هذه اللحظة من البرلمان، من الأحزاب، من السياسيين، فزع صدمة، فزع صدمة، هذه هي الصورة الآن. هناك فزع وصدمة من وجود فساد داخل البرلمان الأوروبي يمكن أن يصل إلى نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، والتحقيقات الآن جارية، وقد نسمع عن كثير من الأسماء والتفاصيل في الوقت اللاحق. هل معنى ذلك أن كل هذه القرارات التي خرجت عن هذا البرلمان المرتبطة بما يتعلق بالمناقشات السياسية، هل هي موضع مراجعة الآن؟ بعد مساحات التدخل التي سبق ورصدت من خلال هذا الحديث؟ على الفور أوقفت المجموعات البرلمانية أي نقاش له علاقة بدول الخليج وأي قرارات جديدة إلى حين أن تتبين النتائج النهائية للتحقيقات الجارية، وهذا يعني بأن هناك خوف من أن تكون فعلا هذه التأثيرات قد وصلت إلى العمق، إلى الشريان الرئيسي في البرلمان الأوروبي، ويمكن أن تكون هناك قرارات صدرت لصالح هذه الجهات. ولكن معروف بأنه دوما هناك طرفين، أحدهما يقبض المال والآخر يشترط تنفيذ شيء، ولا يتم يعني تسليم المال أو على الأقل الجزء المتبقي منه إلا حينما يتم العمل وفق المتفق عليه. العجيب إلى أي حد، العجيب إلى في أي مدى، كلها أسئلة سنسمع إجاباتها. نعم في اللحظة. نعم، ونحن ننتظر الإجابة منك على وجه التحديد، ولكن الغريب الملاحظ أن من يحمل صفة الاشتراكية هم من ضمن قوائم الملقى عليهم بتهمة هذه الرشوة والفساد. أنا أشكرك شكرا جزيلا، سننتظر منك كامل التفاصيل حين الإعلان عنها. سلام عطلة مراسل القاهرة الإخبارية، إذ كنت معنا من بروكسل. من بروكسل أيضا سيكون معنا سيد يوسف عبد القادر الكاتب والمحلل السياسي. سيد الفاضل، ماذا يحدث في البرلمان الأوروبي بعد هذه العملية من الفساد؟ هل هذه العملية على وجه التحديد هي العملية الأولى لم يكن في الخاطر أن يخرج مثل هذا الفساد من داخل البرلمان الأوروبي؟ وبالتبعية ماذا عن كل قراراته المرتبطة بالاشتباكات السياسية مع بعض من دول العالم ذات المصالح المتضاربة؟ أهلا بحضرتك أستاذ الفاضل. طبعا الشيء اللي حصل ده هو بيعكس الواقع الحقيقي في العمق البرلمان الأوروبي، انتشار الفساد، وإن هم بياخدوا ملفات معينة يشتغلوا عليها الدول معينة. ده شيء طبعا كان دايما بيلقي الشك الكبير إن في جهة معينة أو جهات معينة
بتتحكم في القرار السياسي داخل البرلمان الأوروبي. وطبعا الفضيحة الكبرى اللي احنا شفناها باعتقال سياسيين وبرلمانيين خاصة رؤوس كبيرة، يعني مش ناس صغيرة، معناها ان فعلا الفساد متوغل بشكل كبير جدا داخل البرلمان الأوروبي للتحكم في سياسات دول معينة وعمل ضغوطات. يعني لو طبعا مش عايز ادخل الملف المصري في الموضوع، لكن اعتقد ان معظم حملات التشويه وحملات الضغوطات على مصر مزقوقه ومضغوط عليها بسبب التمويلات الخارجيه اللي بيستفاد بيها السياسيين والنواب البرلمانيين في هذا الملف بالذات. طيب ما هي الآلية التي تسمح بمساحة جماعات الضغط كما في الولايات المتحدة الأمريكية داخل البرلمان الأوروبي؟ البرلمان الأوروبي طبعا فيه أكثر من لوبي وفيه أكثر من تجمعات سياسية كبيرة بتشتغل. للأسف عملية الفساد دي طبعا صبحت هذا الموضوع اللي هو بيشتغلوا لمصالحهم الشخصية، سواء كان ضد مصالح العلاقات الدولية أو نقل الحقيقة. فللأسف طبعا هذا الشيء مرفوض تماما بالنسبة لأحزاب أخرى أوروبية اكتشفت وعرفت الحقيقة إن في فعلا ضغوطات معينة، وأعتقد ده هيكون ليه طابع كبير جدا على معظم السياسيين والكادوهات أو آخرين اللي هم اكتشفوا الواقع الحقيقي اللي بيحصل في الداخل، وده ممكن يكون ليه تأثير كبير جدا في العملية الانتخابية القادمة، خاصة ان هي بعد سنوات قليلة. يعني لا اعتقد ماذا تستطيع هذه العملية نعم سيدي الفاضل، ماذا تستطيع هذه العملية الانتخابية ان تقدم؟ هل هناك اجراء يمنع ان يتقدم شخص ما ولا يتقدم شخص اخر؟ هل هناك آلية حاكمة لنوعية من يتقدم من انتخابات هذا البرلمان؟ للأسف تحت اسم الديمقراطية ان في اي حد طالما في جماعات معينة او في احزاب بتقدر تدعم الشخص للوصول لهذا المنصب بيبقى ما فيش اي آلية معينة، وكله تحت اسم الديمقراطية. لكن اعتقد في الفترة القادمة هيكون في حرص اكثر في اختيار النائب اللي يمثل حزب معين او السياسي اللي في ايده اخذ القرار، خاصة في العلاقات الدولية. البرلمان الاوروبي دوره ان هو يسن قوانين في داخل المحيط الاوروبي وليس بعلاقات خارجية، لكن للاسف في السنين الاخيرة ده اللي احنا لاحظناه ان هو دايما في ضغوطات على دول باسم البرلمان الاوروبي. شاكر لك من بروكسل السيد يوسف عبد القادر الكاتب والمحلل السياسي، اذ كنت معنا عبر الهاتف من هناك. شكرا لك. الى اميمه تمام وشيماء الكردي مره اخرى لاستكمال ملفات هذه النشره، تفضل. شكرا لك تامر. نتحول الان مشاهدينا الى تطورات الازمه الروسيه الاوكرانيه. أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 180 جنديا أوكرانيا ومرتزقة في عدة مناطق خلال المواجهات مع القوات الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قواتها واصلت طرد القوات الأوكرانية من معاقلها في دونيتسك، وتم تحييد أكثر من 50 جنديا في يوم واحد، وكشفت عن إسقاط 4 طائرات بدون طيار أوكرانية في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.
أعلن الجيش الأوكراني تعرض عدد من المنشآت الخاصة بالطاقة في منطقة أوديسا للضربات الروسية، وأكدت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني أن الضربات ألحقت أضرارا كبيرة بالبنى التحتية وتركت آلاف المواطنين بدون كهرباء، موضحة أن الدفاعات الجوية قد أسقطت طائرتين بدون طيار وهما طائرتين روسيتين خلال الهجمات. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن الوضع في مناطق رئيسية في جبهة دونباس بشرق البلاد لا يزال صعبا للغاية، مؤكدا في الوقت ذاته أن قوات كييف تصد الهجمات الروسية وتلحق بها خسائر كبيرة. كما أضاف زيلينسكي في خطابه اليومي أن القوات الروسية دمرت بلدة باخموت، إحدى مراكز القتال في الآونة الأخيرة. ومن ناحية أخرى، دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في مدينة أوديسا صباح اليوم. للمزيد من المتابعة حول هذا الملف نتحول للزميل تامر حنفي. تفضل تامر. شكرا شيماء، شكرا أميم، وأهلا بكم مشاهدي الكرام. عبر سكايب من العاصمة الروسية موسكو السيد ديمتري بريغا، الكاتب والمحلل السياسي. سيد الفاضل، هل روسيا قادرة أو قابلة بمعنى أدق أن تتحمل مثل هذا الترويح، إما التلويح الأمريكي أو التلميح الأوروبي بأنها قاب قوسين أو أدنى من استخدام سلاحها النووي؟ مساء الخير، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. أعتقد من الواضح بأن الآن الوضع ذاهب إلى التصعيد. بكل تأكيد الآن تبادل السجناء بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أعطى نوع من الانطباع بأن العلاقات قد تتحسن. بكل تأكيد الآن نرى يعني العلاقات الدبلوماسية والاتصالات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. نعرف بأن مثلا تحدثنا عن موضوع تبادل الأسرى، فكان هناك اتصالات مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. الملف النووي بكل تأكيد الآن هناك حديث، ولكن يجب أن نفهم بأن في العقيدة العسكرية الروسية، روسيا لن يعني هي التي لن تستعمل السلاح النووي أولا في البداية إذا ما تم الهجوم على الأراضي الروسية، ولكن سوف تستعمله ردا على أي هجوم على أراضيها كدفاع عن أمنها القومي وعن سلامة أراضيها. ونعرف أن في الآونة الأخيرة ازداد الهجوم من قبل القوات الأوكرانية في العمق الروسي، إن كان في بيلغراد، في مدينة بيلغراد أو في كورسك، أو استهداف المطارات الروسية التي تستعملها روسيا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. من الواضح بأن الآن الوضع قد يتصاعد. روسيا بدأت تستعمل الاستراتيجية التي كانت تستعملها في السابق، إن كان في الشيشان أو في سوريا، لاستهداف البنى التحتية الأوكرانية ومحطات الكهرباء، وهي استراتيجية لإضعاف قدرات العدو. ومن الواضح بأن هذه الاستراتيجية الآن بالفعل روسيا تستعملها على الأراضي الأوكرانية، ونسمع الأخبار بأن يعني الآن روسيا تستهدف المدن الكبرى ومحطات الكهرباء. وكما قلت، هي استراتيجية لكي يعني يتغير موقف الأوكراني تجاه التفاوض مع روسيا، لأنه نعرف بأن روسيا والتصريحات الأخيرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصرح بأن الهجوم على محطات الكهرباء هو جاء ردا على استهداف العمق الروسي واستهداف شبه جزيرة القرم أو جسر في شبه جزيرة القرم. من الواضح بأن الآن هذه الاستراتيجية سوف تستمر في فصل الشتاء. هل هي فقط سيد الفاضل، سيد ديمتري، هل هي فقط لمنع أوكرانيا من أن تقدم على خطوات سابقة مماثلة بالهجوم على الأراضي الروسية؟ هل هذا هو فقط أقصى المبتغى الروسي؟ أعتقد بأن روسيا سوف تواصل استعمال هذه الاستراتيجية لهذا السبب. أنا أسأل هنا عن السبب، هل لمنعها من استهداف الداخل الروسي؟ نعم، بكل تأكيد أعتقد كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحاته الأخيرة، هو قال بأن هذا الهجوم على محطات الكهرباء وعلى يعني البنى التحتية الأوكرانية التي تستعملها لاستهداف الأراضي الروسية أو يعني دعم القوات الأوكرانية في مواصلة هجوم ضد القوات الروسية،
هي جاءت ردا على استهداف الجسر في شبه جزيرة القرم والعمق الروسي، إن كان مدينة كورسك أو مدينة بلغراد الروسية، واستهداف المطارات الروسية. واضح بأن هذا هو رد روسي على هذا الهجوم الأوكراني. طيب أسعد، نعم وصلت الإجابة، يعني على الأقل أنا سأكتفي بالإجابة على هذه الجزئية، ولكن للإيضاح، الولايات المتحدة على لسان وزارة دفاعها قالت أن موسكو تسعى إلى توسيع ترسانتها النووية. الأهم أن الرئيس الروسي بنفسه قال أن هناك احتمالية لتغيير العقيدة العسكرية الروسية لتكون شبيهة العقيدة العسكرية الأمريكية، وهي الضربات الاستباقية. تحت أي عنوان أو أي تفسير تفسر لي ما أقدم بالتصريح بشأن الرئيس الروسي؟ أعتقد بأن هي محاولة لإرسال رسالة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية، نحن نستعمل نفس الاستراتيجية التي أنتم تستعملوها، أنتم استعملتوا نفس الاستراتيجية في العراق وفي أفغانستان وفي دول أخرى، نحن سوف نستعمل نفس الاستراتيجية الحرب عليكم، لأنكم أنتم تدعمون الطرف الأوكراني بالسلاح، أنتم لم تغيروا موقفكم تجاه أوكرانيا، وأنتم تريدون مزيدا من التصعيد، لذلك نحن نستعمل معكم نفس الاستراتيجيات التي أنتم تستعملوها. إذا تحدثنا عن القوانين الداخلية في روسيا، فالكثير من القوانين في الداخل الروسي هي أخذت من الولايات المتحدة الأمريكية، موضوع العملاء الأجانب، موضوع يعني القوانين الداخلية التي تخص الإعلام، وحتى يعني موضوع التعبئة الجزئية، هو تم أخذه الكثير من القوانين روسيا أخذتها من الولايات المتحدة الأمريكية، يعني كما قلت. ولذلك هي روسيا الآن يعني بدأت تغير أو تغير من سياساتها، وتحاول أن تقول للولايات المتحدة الأمريكية لماذا أنتم تستطيعون أن تفعلوا حروبا في العراق وفي دول أخرى، ونحن لا نستطيع أن نستعمل نفس الاستراتيجيات في الحرب كما أنتم استعملتموها في العراق أو في أفغانستان وفي دول أخرى، وحتى بما يخص كما قلت القوانين الداخلية. ما هي إذن؟ نعم إذن ما هي سبل تطبيق هذه الفكرة في الأزمة الأوكرانية؟ أعتقد بأن كما قلت هي رسالة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية. سيد الفاضل، أنا كنت أعي جيدا ماذا تقول، ولكن فيما يتعلق بالضربة الاستباقية التي قد تعيد استنساخها روسيا مما أطلقت عليه الاستباقية أو الضربات الاستباقية الأمريكية، تحت هذا العنوان كيف ستستخدم هذه الاستراتيجية أو تغيير العقيدة العسكرية الروسية إذا طبقت على أرض الواقع بنموذج أوكرانيا؟ أعتقد بأن روسيا سوف تدعم أبعد من ذلك في الحرب في أوكرانيا أو العملية العسكرية، سوف يتم تطبيق مزيدا من الضغوطات على أوكرانيا بما يخص ضرب القواعد العسكرية الأوكرانية، لأنه في الفعل في البداية روسيا بدأت تستعمل هذه الاستراتيجية، ولكن بعدها الآن لا نرى أي استهداف كبير للداخل الأوكراني. روسيا لا تستهدف البنى التحتية المدنية كما يعني يقول الكرملين، من الواضح بأن الهدف الأساسي الآن استهداف البنى التحتية التي يستعملها الجيش الأوكراني، وكما قلت هو هذا الهدف الأساسي من ذلك، ولكي ينخفض التحفيز لدى القوات الأوكرانية لمواصلة هجوم على القوات الروسية كان في خيرسون وفي زاباروجيا وفي مقاطعة دونباس. واضح بأن روسيا الآن ترسل رسالة واضحة للدول الغربية بأن نحن قد نضطر باستعمال أسلحة لم نستعملها في السابق، وهذا الشيء قد يضركم، لذلك يجب على الطرف الغربي أن يغير من مواقفه تجاه أوكرانيا وتجاه دعم أوكرانيا بالسلاح وتجاه السياسات التي يعني بدأ يتعامل الدول تتعامل الدول الغربية مع روسيا، حتى بما يخص وضع سقف لأسعار الغاز الروسي. هي سياسة واضحة الآن للضغط على روسيا، وروسيا ترفض ذلك، وروسيا تريد الآن أن ترسل رسالة واضحة لكي تغير الدول الغربية موقفها تجاه روسيا وتفهم وتدرك تداعيات هذا الضغط على روسيا. إذن هي معركة في غاية التعقيد. شكرا لك من موسكو السيد ديمتري بريغا، الكاتب والمحلل السياسي، إذ كنت معنا عبر هذه الخدمة من العاصمة الروسية. نعود مرة أخرى إلى الزملاء أميمة تمام وشماء الكردي لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة. شكرا لهذه المتابعة، تفضل. شكرا جزيلا لك تامر. طالب وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا المجتمع الدولي بإجبار روسيا على احترام القانون الدولي، وأكد أن فصل الشتاء لن يوقف عزيمة بلاده على القتال في مواجهة الضربات الروسية المتصاعدة، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الأوكرانيين تنتظرهم أيام صعبة وعليهم أن يدفعوا ما وصفه بالثمن الغالي. We'll be right back.
هنا القاهرة عاصمة الخبر والنشرة متواصلة معكم وتتابعون فيها بعد الفاصل. طموح المغرب يواجه أمال البرتغال في الصعود للمربع الذهبي في مونديال قطر 2022. أهلا بكم من جديد. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عدم وجود أي قواعد لتنظيم داعش الإرهابي في البلاد. كما أوضح رسول في تصريحات للقاهرة الإخبارية أن القوات العراقية مستمرة في القيام بعمليات نوعية لاستهداف الصف الأول من قيادات التنظيم، مشددا على أن الوضع الأمني مستقر في عموم العراق. وأشار رسول إلى أن الحكومة العراقية تتخذ خطوات جادة لإعادة بناء المناطق التي تضررت من المعارك. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن 10 ديسمبر هو ذكرى إعلان النصر على داعش الإرهابي، وقال إنه سوف يبقى عنوانا عراقيا للشجاعة والتضحية. هذا وقد أثنى السوداني بالمجد لكل من صنع النصر على تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أن ذكرى النصر هي حافز لبناء قوات العراق وخدمة لشعبه. هذا وحضر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني احتفالية أقامتها قيادة العمليات المشتركة بمناسبة الذكرى 5 لإعلان النصر على داعش الإرهابي. وأكد السوداني أن القوات المسلحة العراقية بجميع أفرعها صنعوا النصر ودحروا الإرهاب في معركة بطولية، مشيرا إلى أن معركة الفساد لا تقل خطورة عن الحرب ضد الإرهاب. غادر الرئيس الصيني شي جين بينغ العاصمة السعودية الرياض بعد زيارة استغرقت 3 أيام. وكان الرئيس الصيني قد شارك في 3 قمم شملت قمة صينية سعودية وقمة صينية خليجية وقمة صينية عربية. وقد تناولت تلك القمم تعزيز التعاون بين بكين ودول المنطقة، وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. أكدت القمة العربية الصينية أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين. وأكد البيان الختامي للقمة ضرورة احترام مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وشدد البيان على أهمية الحفاظ على مصالح الدول النامية والدفاع عن حقوقها. كما أكد المشاركون في القمة ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. كما أكدت دول الخليج والصين تعزيز الشراكة الاستراتيجية قائمة ودعمها جهود التعافي من الاقتصاد الدولي. وشدد بيان ختامي لقمة الرياض الخليجية الصينية على أهمية مواصلة تعميق التعاون بين الجانبين في جميع المجالات والعمل على ضمان أمن ومرونة سلاسل إمدادات الغذاء والطاقة. هذا وقد جدد البيان على ضرورة دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حفاظا على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وأيضا دعوة إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعلنت السلطات البريطانية مقتل شخص في حين اعتبر 10 في عداد المفقودين في انفجار بمبنى سكني في جزيرة جيرسي. وأوضحت الشرطة البريطانية أن انفجارا نجم عن حريق بالقرب من أحد العقارات بالجزيرة. هذا وشهد تصاعد عمود من الدخان فوق المنطقة في حين يعمل رجال الإطفاء على السيطرة على الموقف. أعربت رئيسة بيرو دينا بولورات عن استعدادها لمناقشة إجراء انتخابات مبكرة مع المنظمات السياسية والمدنية في البلاد، إلا أنها استبعدت البدء في تغييرات دستورية. في الوقت نفسه دعت المحتجين إلى الهدوء، مشيرة إلى أن البلاد تمر بأزمة سياسية بالإضافة إلى ما تعانيه أيضا البلاد من أزمة اقتصادية. وكانت قد تولت السلطة الأربعاء الماضي بعد ساعات من عزل سلفها بيدرو كاستيو. Y Policía Nacional del Perú.
قال رئيس الحكومة الانتقالية في بلغاريا جلب دونيف إن بلاده لا تزال ملتزمة بالانضمام إلى منطقة شنغن لحرية التنقل بدون تأشيرة في أوروبا. وأكد في كلمة أمام البرلمان أن بلغاريا لم تتخلى عن منطقة شنغن، مشيرا إلى أن النشاط الدبلوماسي بشأن هذه القضية أصبح أولوية للحكومة الانتقالية. والآن مع هذه الطائفة من الأخبار الرياضية من مونديال قطر 2022، حيث يحمل منتخب المغرب آمال العرب حيث يلتقي بنظيره البرتغالي في دور الثمانية، ويأمل أسود الأطلس في الصعود لقبل نهائي في إنجاز لم يحققه أي منتخب عربي من قبل. المنتخب المغربي ممثل العرب وأفريقيا في دور الثمانية للمونديال يسعى لكتابة تاريخ جديد بالتأهل إلى نصف النهائي عندما يواجه المنتخب البرتغالي على استاد السمامة ضمن مباريات ربع النهائي. منتخب أسود الأطلس تأهل إلى دور 16 بعد تصدره مجموعته، حيث لعب ضد كرواتيا وتعادل بدون أهداف، ثم لعب ضد بلجيكا وفاز بهدفين نظيفين، وأخيرا لعب ضد كندا وفاز 2-1، وفي مباراة دور 16 لعب ضد أسبانيا وفاز بركلات الترجيح. وليد الركراكي المدير الفني قدم بطولة مذهلة، لكن عليه الآن التركيز على مباراة البرتغال ونسيان إنجاز الوصول إلى ربع النهائي، والسر سيكمن في كيفية دخول المباراة. والحل الأمثل هو اللعب بنفس الطريقة التي خاض بها مباراة أسبانيا، وهي التنظيم الدفاعي المتكامل واللعب على المرتدات. الجماهير العربية تعول كثيرا على المنتخب المغربي الذي يشارك في كأس العالم بقطر للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه، كونه الممثل العربي الوحيد الذي تأهل إلى دور الثمانية في تاريخ المونديال. العديد من نجوم المغرب الأساسيين مثل سفيان مرابط ونصير مزراوي يعانون من آلام وإصابات متفرقة بعد اللعب في مباراة طويلة أمام إسبانيا، ويسعى الجهاز الفني لاستشفاء اللاعبين بشكل عاجل من أجل إعادتهم للجاهزية البدنية الكاملة قبل مباراة البرتغال. للمزيد من المتابعة نتحول إلى تامر حنفي للحديث أكثر عن هذه المباراة المهمة. هي متابعة قصيرة، ولكن سؤالي ماذا لو فازت المغرب؟ هذا هو السؤال، هذا هو الحلم. إنجاز حقيقي بالطبع. أمل هواري مراسلة القاهرة من الرباط. أمل، بعد التحية، هل فكرتم في أن تتجاوز المغرب هذه المباراة؟ هل وصل الحلم أن تأخذ المغرب كأس العالم؟ لو قبل هذه البطولة كنا نعد هذا من الخرافات، الآن أصبح قريبا، ماذا لديكم؟ مساء الخير سيد سامر. أهلا. نعم، الآن أصبح حلم أن المغرب سيتجاوز الربع نهائي ثم النصف نهائي ثم لمالا النهائيات، لأن كل المقومات موجودة بالمنتخب المغربي، الحماسة ثم التقنيات ثم الحلم، كل شيء. والمنتخب المغربي يتوفر على لاعبين من الطينة الكبرى، لأنهم يتوفرون على كل المؤهلات التي تخول لهم أن يصلوا إلى النهائيات من نصف كأس العالم أو حتى الختام ليربحوا طبعا كأس العالم. نعم، الحلم. التشكيلة المغربية. تفضلي يا أمل. لأن تشكيلة المنتخب المغربي متكاملة، عندهم نتوفر على جول لم يسجل في حقه أي هدف من بداية الكأس العالم، فقط من طرف بعض اللاعب من المنتخب المغربي. نتوفر على مهاجمين متمرسين، مدرب مغربي متمرس ولديه حلم ويثق بالخبرة المغربية وبحماس
منقطع النظير. لدينا أيضا مشجعين مغاربة بالآلاف حجوا إلى قطر وهنا أيضا بالمغرب، تحس وكأن المونديال يتم هنا بالمغرب. كل المقومات إن شاء الله موجودة. نعم. لدينا حتى مشجعين من إفريقيا ومن العرب بدون استثناء. نعم. كل المؤهلات موجودة هنا لنصل إلى نهائي كأس العالم. نعم يا أمل، أنت مراسلة القاهرة في المغرب وأنا سأكون مراسلك في القاهرة، كما تستعدون في المغرب لمشاهدة هذه المباراة نحن أيضا نستعد نشاهدها بنفس كثافة مشاهدتكم لها. لا أمل لنا سوى فوز المغرب في هذه المباراة. أنا أشكرك شكرا جزيلا أمل هواري، وأنت مراسلة القاهرة الإخبارية إذ كنت معنا من الرباط. أميمة تمام وشيماء الكردي لقراءة العناوين. شكرا لك تامر. عقب إخفاق راقصي السامبا أعلن تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي رحيله عن القيادة الفنية للفريق، وبدأ تيتي رحلته مع بطل كأس العالم 5 مرات في يونيو عام 2016 خلفا لدونغا، ثم قاده لقب كوبا أمريكا في عام 2019. وكان المدرب البالغ من العمر 60 عاما قد أعلن قبل بداية البطولة أن مونديال قطر سوف يكون محطته الأخيرة مع سيدي ساو مهما كانت النتيجة. إلى هنا نصل لختام هذه النشرة، لم يتبقى سوى التذكير بأهم عناوينها. انتهاء عملية احتجاز الرهائن في ديرسدن بألمانيا باستسلام منفذها. موسكو تعلن مقتل 180 جنديا أوكرانيا وطرد قوات كييف من معاقلها في دونيتسك. المتحدث باسم الجيش العراقي يؤكد للقاهرة الإخبارية أنه لا قواعد لداعش في العراق. ختام النشرة، ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر إنستغرام يوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747. إلى اللقاء. كنا القاهرة عاصمة الخبر.